الآن مباشر الأسناب الإخبارية لقطات من الحريق البسيط الحقيقة الذي اندلع في أطراف محطة قطار الحرمين بسليمانية بجدة، والذي بحمد الله تم السيطرة عليه بتواجد آليات الدفاع المدني والجهات المختصة، ولا توجد أي إصابات إلى الآن حسب المعلومات الرسمية ولله الحمد. محطة القطار حق جدة اللي في النسيم، طريق كبير طريق بيوت باركسات شركة المقالات لا يستطيع. الآن مباشر الأسناب الإخبارية لقطات من الحريق البسيط الحقيقة الذي اندلع في أطراف محطة قطار الحرمين بسليمانية بجدة، والذي بحمد الله تم السيطرة عليه بتواجد آليات الدفاع المدني والجهات المختصة، ولا توجد أي إصابات إلى الآن حسب المعلومات الرسمية ولله الحمد. محطة القطار حق جدة اللي في النسيم، طريق كبير طريق بيوت باركسات شركة المنطقة.